الراديو 90-90 هواها مصر. هواها مصري على راديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. ويمكن نوهنا في بداية حلقتنا قبل ما نروح واشنطن عن الحملات المكبرة اللي تمت على المستشفيات الخاصة بمحافظة الجيزة، واعلان بيان من وزارة الصحة عن اغلاق اداري لثلاث مستشفيات، تحديدا مستشفى دريم بعد اكتشاف 12 كيس دم منتهى الصلاحية. مجهود محترم الصراحة من وزارة الصحة ومن دكتور علي محروس رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص. ومعانا دكتور علي نقل لنا الصورة بالتفصيل اكتر. يا دكتور مساء الفل. اهلا سهلا بك، بشكر حضرتك على مجهودك الصراحة، وكنا محتاجين فعلا لمثل هذه الحملات. اسفرت عن ايه بقى بالتفصيل؟ وحضرتك انا لسه مستلم الادارة من حوالي 3 اسابيع. تمام. نشاط كله نهدف منه ان احنا عايزين القطاع الخاص في العلاج الطبي ينشط ويبقى قوي، لان فعلا يعني معظم الشكاوى جاية دخلت المستشفى الخاصة خدوا مني فلوس لما فيش خدمة، ودي حاجة يعني مش كويسة. العلاج الخاص في مصر بيمثل من 60-70% من الخدمة اللي بتقدم في الخدمة الطبية في مصر. فكان لازم لابد ان احنا ننزل للناس ونقول لهم ان احنا عايزين نقوي المنظومة الطبية الخاصة، عشان خاصة كمان التأمين الصحي الشامل اللي هو ان شاء الله بإذن الله خلاص على الطريق ان هو يسبق ان شاء الله. بس كده يا دكتور، اول تستلم تعمل عدوات مع القطاع الخاص؟ لا 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 لا، انا مش عايز عدوات، انا عايز ابقى صديق حميم ليهم عشان خاطر يرتقي بالخدمه الصحيه في مصر، وده البروبوزل اللي انا داخل بيه. كلام محترم جدا. هل بالفعل تم رسمي تقوى؟ يبقى احنا الاداره عندنا قويه، يبقى الصحه قويه في مصر. تمام. وهل بالفعل زي ما البيان صار اغلق او اقفل او كده؟ ده مش ما بعتبرش ليا انجاز، بالعكس ده بيقلني، لان انا كل هدفي من المنظومه الطبيه الخاصه في مصر قوية عشان المواطن المصري، عشان التأمين الصحي الشامل اللي احنا داخلين عليه ان شاء الله. تمام. وتم اقراره خلاص من مجلس النواب بعد تأخر كتير، بس المهم تم اقراره. هل بالفعل تم اغلاق النهارده اداري لمستشفى دريم؟ نبدا واحده واحده كده. مستشفى دريم تم اغلاق اداري بالكامل للمستشفى، لان طبعا لقينا في مخالفات، يعني كان اهمها اسم الأسطرة في 7 اساطر مساعده الصلاحيه تم اعدامهم في حضور مدير المستشفى، واتعمل محضر ووقع عليه. نعمل الدم لقينا كلاكتين فيهم 15 كيس دم، 12 منهم منتهي الصلاحيه، تم اعدامهم واتعمل محضر ومضى عليهم مدير المستشفى. مفيش سياسات يعني، كانت لا حاجه مش كويسه خالص طبعا. برضه مستشفى مصر الدولي قفلت اسم الليزر لان ملوش ترخيص، تجديد ترخيص غسيل الكلوي، قفلت بنك الدم عشان يجدد الترخيص بتاعه. الملح الاداري لمستشفى مصر برضه، نادي صحي وجيم غير مرخص قفلته. مستشفى الامل كان فيها مخالفات في الرعايه والطوارئ والمعمل والعمليات، عملنا انذار وثلاث مخالفات هنمر بعد اسبوعين. مستشفى الصفا نفس الشيء. فانا القصه كلها ان انا عايز ارتقي بالمنظومه الطبيه الخاصه في مصر واقول لهم مخالفاتكم كذا 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 كذا، وانا معاكم وهسهل لكم كل الاجراءات اللي تخلي المنظومه الطبيه الخاصه في مصر تبقى على المستوى اللي يليق بالمواطن المصري كرعايه صحيه. نقدر نقول مثل هذه الحملات يا دكتور مستمره الفتره اللي جايه؟ حضرتك انا مستمر دلوقتي، انا خلال ال3 اسابيع دول مرينا على اكثر من 36 مستشفى، وباذن الله ان شاء الله في الفتره الجايه غالبا مش هتوقف، يوميا هننزل لجميع المستشفيات. يمكن حضرتك ذكرت في بدايه كلامك ان بعض الشكاوي المرضى انه بيخشوا المستشفيات الخاصه بيلاقوا سوء في الرعايه. كان في قرار انا ما اعرفش مدى تنفيذه الان من مهندس ابراهيم محلب كان رئيس مجلس الوزراء ساعتها، ان اي مستشفى خاصه المفروض تستقبل الحاله في خلال اول 48 ساعه بدون تكاليف، وبعد كده بنشوف ايه موضوع التكاليف. هل القرار ده مطبق على الارض يا دكتور ولا لا؟ بالنسبه لحالات الطوارئ. لحالات الطوارئ بالفعل. مش اي حاله تخش مستشفى خاصه. تمام. اي حالات طوارئ، وتصنيف الطوارئ معروف لجميع المستشفيات ما هو مريض الطوارئ. المفروض ان المستشفى بتستقبله وبتعمل له كل اللازم، وبعدين بعد كده تشوف ان كان هتنقله لاي مستشفى حكوميه او تبتدي تعالجه وتحول الفاتوره كلها لوزاره الصحه ما تسدد الفاتوره بتاعه المواطن. يتساءل بعض هل دكتور علي دكتور عنيف في استخدام اجراءاته؟ يعني مستشفى شروق حضرتك اللي اديتها لفت نظر بمعنى صح ليه اداري غلق اداري على طول لمستشفى دريم؟ هو مش قرار عنيف، لان الخطا اللي كان موجود في دريم كان جسيم. تمام. حته ان انا الاقي 12 كيس دم منتهي الصلاحيه وتلاجه الدم، لا ده دي حاجه مش بسيطه خالص طبعا. لا لا لا، في فرق ما بين ان انا اخطاء
غير ان انا الاقي حاجه لا ماشينه، دي حاجه ماشينه. تمام. طبعا عساكر من تاريخ صلاحيتهم اتحطوا في قلب مواطن، لا طبعا دي حاجه جسيمه مش حاجه عاديه. في احنا بندي انذارات وبندي انذارات بثلاث المخالفات وبندي يتم النداء لو في ترخيص بنقول جدد الترخيص، لكن حاجه زي كده لا دي مخالفه جسيمه ما اقدرش لازم اعمل اغلاق اداري المباشره. دكتور علي استعد بقى الفتره اللي جايه لراديو 90 90 وسائل الاعلام، ما بنصدق نلاقي حد بيشتغل بجد وخايف على صحه المرضى بجد، فهتلاقي سيل من الطلبات الفتره اللي جايه، هتلاقي سيل باسم دكتور علي محروس لكل المرضى، بصدقوا لقوا حد بجد بيشتغل، وهو ده اللي احنا بنطلبه لمنظومه الصحه كلها ان شاء الله. احنا ان شاء الله في 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 ظهر كل مواطن عايز يتلقى خدمه، وان شاء الله تامين الشامل زي ما الدكتور اقره باذن الله المواطن المصري هيلاقي خدمه صحيه في مصر كويسه. وعايز ابلغ رساله، انا مش ضد، لا ده انا مع ومداعم وسبورتد لكل المستشفيات الخاصه، بس عايزين منظومه قويه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتور علي محروس رئيس الاداره المركزيه للمؤسسات العلاجيه غير الحكوميه وترخيص، كل الشكر لحضرتك وبشكرك على مجهودك. العافيه يا فندم، العافيه. شكرا لك. ده كان خبر بدانا بيه. بالفعل وزاره الصحه بدا في تحرك دلوقتي على الارض، بدا في حملات، بدا في مراجعات على المستشفيات الخاصه. يمكن نوه دكتور علي على اهميه والنسبه الكبيره اللي بتقوم برعايه صحه المريض المصري بالنسبه طبعا في القطاع الخاص، فمحتاجه مجموعه من الحملات. بالفعل نزل وطبق اللوائح على مجموعه من المستشفيات النهارده ذكرناها، ما بين غلق اداري، ما بين لفت نظر، ما بين بعض المعاقبه للدكاتره والممرضين كمان اللي بيمارسوا العمل من غير رخصة مزاولة المهنة. ده اللي احنا نطلبه الفترة اللي جاية لتحسين منظومة الصحة، للاستعداد كمان لمشروع القانون اللي خلاص بقى تم اقراره خلاص من مجلس النواب لقانون التأمين الصحي الشامل ان شاء الله. المرور برضه عنده النهارده نقاط كتير وفي تعديلات كتير حصلت من الإدارة العامة للمرور. دكتور عادل زكي هنحاول نتواصل مع الإدارة العامة للمرور 199 على رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66، او ممكن نتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش راديو 90.